الحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون، وللحق عائدون. فهذه الحياة معناها شامل، صدق مع الإله وصالحا تعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد مرور هذه الحلقات التي استطلعنا فيها عددا كبيرا من المصلحين والمجاهدين الذين أبلوا بلاء حسنا وأثروا في هذه الأمة وكان لهم صيت، ربما وقفنا بعض الوقفات على هذه الشخصيات ولم نستوفها حقها، ونحتاج إلى مزيد من الإضاءات ومزيد أيضا من الشخصيات الأخرى التي أيضا تستحق أن يسلط عليها الضوء، وربما ستكون لنا أيضا هذه الوقفات في لقاءات أخرى مع أعلام ومصلحين من المغرب الإسلامي. فهذه ربما شيخنا قد تحدثنا عن حركات إسلامية، حركة سلسية ومجاهدين ومناظرين وغير ذلك، لعل هذا أول الغيث كما يقال ثم ينهمر. أنا حسب ما فهمت من وحسب ما أراه حقا من هذا العرض، خاصة أن هذا العرض الذي قمنا به ولو باختصار وإيجاز تناول شخصيات من مختلف تقريبا من مشارب مختلفة. هناك شخصيات ذات توجه سلفي واضح، هناك شخصيات يغلب عليها طابع التصوف، هناك شخصيات جمعت بين هذا وذاك، ونحن إنما أردنا أن نوصل في اعتقادي أن نوصل رسالة بأن هذه الأمة حملت كثيرا من الرجال الذين ربما في جانب من جوانب حياته قد يؤاخذ عليه، لكن ليس من منهجنا ولا من ديننا أن ذلك الذي يؤاخذ عليه يمحو له كل حسناته أو كل فضله في مسائل أخرى. فيكفي أن نقول بأن هذا عنده ربما عنده خلل في مسألة ما أو نقص في مسألة ما، لكن أجاد في أمور كثيرة. فمن العيب ومن التقصير أن السيئة تمحو كل الحسنات. نحن عندنا في منهج الإسلام أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن تبقى هذه سيئة في حجمها. لذلك أردنا أن نستفيد من كل الرجال الذين حاولوا الإصلاح في أمتنا، كل من جهته، فالذي أصلح في باب الجهاد، والذي أصلح في باب التعليم، والذي أصلح في كل الأبواب التي رأيناها، والله تعالى أعلى وأعلم. الحقيقة هذه الأمة اليوم تعيش كما لا يخفى حالة من الركود ومن الذل ومن الهوان ومن الفساد، وهذا الفساد يحتاج إلى إصلاح، والإصلاح لا يمكن أن ينطلق من فراغ، بل لا يكون الإصلاح إلا عبر عملية تراكمية يبني فيها اللاحق على الأساس الذي وضعه السابق. من هذا المنطلق حين طرحت علي فكرة هذا البرنامج عن هؤلاء المصلحين سعدت جدا بهذه الفكرة، لأن أولى الخطوات في مسار الإصلاح وفي طريق بث الوعي في الأمة، الوعي السليم الصحيح في الأمة، أولى الخطوات هي ماذا؟ هي أن ننطلق من تجارب سابقة، سواء أكانت ناجحة أو كان فيها بعض الفشل، وأنا لا أعد شيئا من هذه التجارب فاشلة مطلقا، لكن قد يكون فيها فشل مادي أو فشل في جزئية معينة، لكننا نستفيد من فشل هؤلاء كما نستفيد من نجاحهم. فنحن إذا لا ننطلق من فراغ،
وإنما ننطلق من مثل هذه التجارب، والمصلحون أكثر من هذا بكثير، فهؤلاء لا يعدون أن يكونوا عينة من عشرات الأمثلة عبر التاريخ، وحتى قبل هذا الزمن، هذه المدة الزمنية التي حصرنا البحث فيها. لكن مما ينبغي أن نركز عليه أن طبيعة البرنامج والاختصار الشديد الذي عانينا منه جميعا، كلنا حين يقال لنا لخص الفكرة الفلانية عن المصلح الفلاني، المشكلة ليست في الكلام عن المصلح، وإنما المشكلة في اختصار الكلام عنه في دقائق معدودة. فطبيعة البرنامج فرضت أننا لا نحيط بالتجارب، وإنما فقط نذكر لمحات وشذرات تحيل المشاهد على كتب أخرى، على مراجع للتوسع، وتعرف ببعض هؤلاء. يعني حتى بعض هؤلاء المصلحين قد لا يكون مشتهرا عند عامة المشاهدين، لكن كما قلت الاختصار الشديد فرض أننا لا نحيط بكل شيء، وإنما نقرب هذا المصلح إلى المشاهد. ثم أيضا لا يهمنا كثيرا أن نحكم على هذا المصلح حكما عاما، أن نقول هذا مصيب مطلقا وهذا مخطئ مطلقا، لأن الذي يهمنا إنما هو استنباط الآليات الإصلاحية التي سلكها. وقد يكون في غير ذلك المجال الإصلاحي أخطأ، قد يكون عنده خلل، قد تكون له مواقف سيئة، لكن هذا كله لا يهمنا، لأننا لسنا مؤرخين ولسنا بصدد إعطاء الحكم العام، وإنما نحن نريد استخراج المناهج الإصلاحية من هؤلاء. فمن هذه الحيثية ينبغي أن يفهم كلامنا عن هؤلاء المصلحين. نعم. لكن لو أردنا أن نؤصل تأصيلا في قضية مثل هذه القضايا، هناك فرق بين التأصيل العلمي لما للدعوة الإسلامية وبين تقرير الأحكام. وقضايا الدعوة الإسلامية ربما في كانت ليست كلها جاءت دفعة واحدة، يعني بمعنى أن يكون شخص واحد جمع الحق كله، ربما يصيب ويخطي وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. هنا قد يكون الإصابة والخطأ في مجال العقائد، وقد يكون في مجال الفروع، وبالتالي اختلفت الأمة في وتفرقت في كثير من الأمصار منذ عهد بداية التاريخ الإسلامي. هنا نحتاج إلى العدل والإنصاف وإلى الرحمة بالمخالف، كما يقول ابن تيمية أن أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. فالحكم عليهم حتى من ناحية جهادهم ووقوفهم أمام الحركات المنحرفة، أمام الزنادقة أحيانا وأمام الملل الأخرى، لو سمحتم أذكر لكم نبذة أو قول فقط لابن تيمية يبين هذا المنهج بكل وضوح. ابن تيمية معلوم أنه كان واضحا صريحا في مجادلته للفرق، سواء الصوفية أو المعتزلة أو الكلامية عموما، الفرق الكلامية وغيرهم. لكن انظر ماذا يقول عن المعتزلة، يقول أنهم نصروا الإسلام في مواطن كثيرة، وردوا على الكفار بحجج عقلية لم يكن أصل دينهم تكذيب الرسول ورد أخباره ونصوصه، فإذا اعتبر فيهم الأصل الإيمان المجمل، وبالتالي لهم حق الولاء وحق النصرة وعدم إجحافهم في حقهم كونهم قاموا بنصرة الإسلام في مواطن من التي كانوا فيها. أيضا يقول على الأشاعرة والماتريدية مثلا أنهما من هؤلاء الفرقة، أنهما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد
على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. هذا المبدأ وهذا المنهج عندما نطبقه على مثل هؤلاء المصلحين الأبطال الذين نافحوا عن الملة وقاوموا الاستعمار وقاوموا التنصير ودافعوا عن الإسلام في مواطن التي خلت فيها أحكام ومنارات الشريعة، هذا لا شك أنه عمل عظيم وعمل كبير يحتاج إلى أن يثنى عليه وأن يزكى وأن يشاد به ولا يطمس. هذا هو تاريخ الإسلام، ليس مجرد هؤلاء ليسوا نكيرات قدموا ليل. لو ننظر مثل سواء في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر أو في موريتانيا والمغرب وغيرها من بلاد الإسلام، هذا ربما من الأشياء التي تدعونا إلى الحديث عن هؤلاء المصلحين. الشيخ، هو الإنسان مهما كان إنسان، والإسلام لما أنزله ربنا أنزله على الإنسان، والإنسان هو الذي يكون بين مرتبة الملك ومرتبة الشيطان، قد يرتفع في بره وإيمانه وتقواه إلى درجة قد يفوق بها كما جاء في الأثر أنت عندي أفضل من بعض ملائكتي، قد يتجاوز بعض في مش في الملائكية ولكن في الدرجة عند الله. وهناك إنسان قد طيب، نحن كيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟ أي إنسان يجتمع فيه خير وشر، العبرة بكثرة الخير أو كثرة الشر. طيب، فالإنسان الذي اجتمعت فيه الحسنة والسيئة، قال أهل العلم أننا نتولاه بحسب ما فيه من خير ونتبرأ من الشر الذي فيه. طيب، إذا هذا الإنسان قد يرتكب، قد يصل إلى درجة من درجات الشر البين، يعني هل مباشرة أنت مكلف أن تذهب وتقول له أنت كذا؟ لا، أنت مهمتك أن تدعو إلى الله وأن تبين له الحق، لأنه قد يكون ارتكب هذا الشر عن شبهة، خاصة في المسائل العلمية، المسائل قد يكون ارتكبه عن جهل، قد يكون ارتكبه لشيء لا لأنه يريد هذا الشر، فمهمتي بدن أن أحكم عليه طبعا، أما هذا الشر ينبغي أن أقول إنه شر، إن هذه المسألة بدعة، إن هذه المسألة كفر، إن هذا، لكن دون أن أتناول شخص الرجل لأنه قد يكون فيه من الموانع التي تحول بينه وبين هذا الحكم عليه بهذا الشر. هيا يا مصلحون عزائم لا تم. كان فاتني شيء، كنا من المفروض أن نتناوله في شخصية الأمير عبد القادر عليه رحمة الله واتهامه بقضية الماسونية، يعني واتهام خطير. وهو من الناحية التاريخية لا يثبت، خاصة وأن أحد أحفاده فعلا دخل الماسونية، واحد من أحفاده، وهو بعد ما دخل خرج ثم تكلم في الموضوع وقال يعني الأمير بريء كل البراءة من هذا، لأنه من عادة الماسون خاصة في مراحل معينة من 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 تاريخ هذه الأمة حديث، كانت الماسونية كلما اشتهر شخص في العالم الإسلامي بعد وفاته ينسبونه إليهم بأنه كان عنده علاقة بنا، كان لهم هدفان خبيثان من هذا الانتساب، أن ينسبوا هذا الرجل إليهم. الهدف الأول هو تهوين أمر الماسونية، تهوينها بالهين، تهوينها في نظر المسلمين، معنى هذه مسألة لا عليها، لو فعلا لو كانت هذه المسألة خطيرة ما كان يدخلها فلان، ما يدخلها فلان، ما يدخلها فلان، تهوينها في نظر المسلمين، وبالتالي يسهل عليهم التقاط النخب داخل الأمة. الأمر الثاني هو تشويه، وتشويه أعلام هذه الأمة
بأن هذا الشخص بالذات الذي كان ينظر إليه بأنه رمز من رموز الجهاد ورمز من رموز المقاومة، ما تظنون به؟ هو كان في الماسونية. فتحطيم الرموز هذا جزء من منهجهم المعتمد حتى لا يبقى للأمة رموز يلتفون حولها. وقضية أيضا الشيخ علي موضوع الأمير عبد القادر، خرجت كثير من الكتب تتحدث عنه وتراجم حتى فرنسية وإنجليزية، وكان فيها كثير من الحشو وكثير من الكذب، وربما جعلت شوشت على هذه الشخصية. خاصة اسمح لي يا شيخ، كتابة العقيد في المخابرات البريطانية أونري تشرشل. تشرشل يعني هذا اللي كتب كثيرا على الأمير عبد القادر، وهو عقيد في المخابرات البريطانية. ربما أيضا مما يذكر حقيقة في أيضا ننتقل به إلى مسألة أخرى، وهي حركة السنوسية لها أيضا ربما يطرح سؤال، وهو قضية علاقتها بدعوة النجدية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والحقيقة أنها لا تثبت أي صلة بينهم، ولكن لأن هناك نهضة بدأت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وربما أيضا عاصرت ذلك أيضا دعوات أخرى في مناطق أخرى من الهند واليمن في العودة إلى الكتاب والسنة، وكانت أيضا في المغرب. فهذه الدعوات تتلاقح وتتأثر بعضها ببعض. فالشيخ محمد بن علي السنوسي كان مجتهدا في أمور الفروع ويدعو إلى الكتاب والسنة، وكان حتى في التصوف يدعو إلى تقييد هذا التصوف بالكتاب والسنة، ولكن أصابه ما أصاب غيره ربما من لوثات التصوف، لم يستطع أن يتخلص منه كله، ولكن بقيت له بعض أو التزم بمنهج التصوف لم يخرج عنه. هنا ربما عندما يثار هذا الحديث وجود محمد بن علي السنوسي في الحجاز وإنشاء الزاوية في الحجاز، ربما يثير مثل هذا المعنى أن هناك تقارب وهناك كذا. دعوة محمد بن علي السنوسي لم تكن دعوة مغالية، لذلك لم تنصب لها دعوة النجدية الحرب أو لم تختصم معها. وكان حتى شيخه إدريس الذي أخذ عنه الطريقة لم يكن، كان مسالم، وكانت لم تكن دعوة فيها من المظاهر التي الظاهرة ربما التي كما عند بعض الطرق الأخرى. الأمر الآخر أن سيرة أحمد الشريف، أحمد الشريف أيضا كان في الحجاز وكان آوى إلى منطقة الحجاز، و حتى كتب محمد رشيد رضا قضية عندما لم يستطع أحمد الشريف الرجوع الذهاب إلى مصر للعلاج، فقال بين أحمد الشريف بين الملك السني والملك الصوفي، يقصد مصر والسعودية في عهد الملك عبد العزيز، فكان آواه الملك عبد العزيز في وأنشأ زوايا وتوفي رحمه الله هناك. فربما هذا يلقي بظلاله على أنه ربما هناك علاقة بين دعوة النجدية وبين الحركة السنوسية، وهذا حقيقة لا ليس عليه دليل واضح. لو سمحت يا شيخ بين قوسين، هذه المسألة مسألة الاختلاف الموجود داخل الأمة، هذه لا يمكن حسمها ولا يمكن إزالتها، وجدت في عهد التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة. التقليل من غلوائها ومن التعصب فيها هو أهم شيء يمكن فعله. أحسن حاجة أن هذه المسائل، مسائل الخلاف، يبقى أن تبقى بين أهل العلم بالحوار. أما كيف نتعامل مع هذه المسائل، أن نحذر من المنكرات والبدع التي يمكن أن توجد في أي حركة ما، لكن دون أن نتحول إلى شقاق وصراع وربما تحمل السيوف ويطلق الرصاص من أجل أشياء. ثم إن الله عز وجل درنا ميزان، نحب دائما أن نتأدب ب الله جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فلماذا نحن نجعل السيئة بعشر أمثالها
وتقزم الحسنة حتى لا تكاد ترى. فهذا ليس من العدل في شيء. تفضل الشيخ. سأنطلق من قضية إسقاط الرموز التي تفضلتم بها. إن كان من شيء نستفيده من هذه اللقاءات فهو أن نحاول إعادة ربط الصلة بين شباب الأمة اليوم وبين هؤلاء المصلحين الذين سبقوا والذين أسسوا حركات إصلاحية في ميادين العلم والفكر والجهاد. فإن انبتات الصلة بين واقع الأمة وتاريخها مما يؤدي إلى مزيد من الذل والهوان والتبعية للغرب، لأنك إذا لم تنطلق من تاريخك وهويتك فمن اللازم أن تتبع هذا الحاضرة الغربية المتسلط اليوم. فإذا هذا أهم شيء. وهؤلاء المصلحون على اختلافهم، منهم المجاهد ومنهم العالم، منهم المفكر، منهم السني، منهم الإباضي، منهم الصوفي، منهم السلفي، جميعهم مختلفون جدا في مناهج إصلاحهم، ولكن في نظري يجتمعون في أمرين أساسيين، أولهما الدين في المنطلق، وثانيهما الدين هو المحرك. فكل هؤلاء انطلقوا من الدين، درسوا دراسة دينية شرعية في أصل منشئهم، ثم منهم من توجه إلى الجهاد أو الفكرة، هذا لا يهم، لكن هذا الأساس الديني الشرعي مهم جدا. وهذه عبرة لنا في أن ننشئ ناشئة اليوم، أن ننشئ أولادنا هذه التربية الدينية. إذن هذه الأولى، المنطلق ينبغي أن يكون دينيا علميا شرعيا، ثم المحرك هو الدين، بمعنى أنهم لا ينطلقون من منطلقات قومية أو عرقية أو وطنية، هذه كلها تأتي فيما بعد، لكن المنطلق الحقيقي هو الغيرة الدينية التي تنضح من أفعالهم ومن أقوالهم. وهذا شيء حاولنا أن نظهر بعضه ولم يتيسر لنا أن نظهر أكثره، لكنه هو الأساس الذي ينبغي أن نستحضره في تعاملنا مع هؤلاء المصلحين. حقيقة لذلك هو له أمثلة كثيرة حتى في العالم، في التاريخ الإسلامي، كيف أن هذه هؤلاء الأفاضل العلماء والمجاهدين والملوك الذين كانوا لهم غير على دين الإسلام، حتى مثال أكبر مثال ربما المعتصم، كيف أنه يعني لصرخة امرأة استنجدت به، ظلمت في مدينة عند الروم، فكان خرج لها بجيش كامل، ولو نقيس بمقاييس التصنيفات وكذا فهو معتزلي، ومعروف في قضية الاعتزال ومعاداته لعلماء السنة، ولكن مع ذلك هذه حسنة كبيرة من حسنات هذا الرجل. فحقيقة أن هذه ملحظ مهم جدا، وهي قضية الاهتمام بربط الشباب. مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون.